دونك فوالا ها هو البنات كي كيجي كيجي غزال تبارك الله خفيف زوين. ها نتوما قطعوا طريف. ها نتوما البنات شو كي كيجي فشفش خاوي ها خفيف غزال صراحة ما فيه لا تمر لا حتى شي حاجة ما دلتي ما دلتك. ما مدقس ما حتى شي حاجة بالعكس زوين ورطيطب ها. المهم تجربوه ان شاء الله وتعجبكم النتيجة وغتولي معتمدة عندكم. بالنسبة للخبز نفس المقادير تقريبا غير هي ما كيتخلطش بالحليب كيتخلط بالماء الدافي. دونك الخبز راه المقادير ديالو معروفين غير في هاد الحجينة كنسبقو الفين هو الاول. دونك انا كندير الكمية المناسبة تقريبا عندي هنا واحد جوج زلايف على حساب الهشوار اللي عندي. دونك هنا جوج زلايف كبار ديال الفينو شويه الملحه شويه السنيده الخميره ديال العجينه والزيت البلديه واحد جوج معالق ثلاثه المعالق. المهم كل واحد وكيبقى اختيار يعني اللي بغى يزيدو يزيدو اللي مبغاش يزيدو ما يزيدوش. عجينه عاديه جدا. دونك فوالا كندير الطحين ديالي كانت الكميه تقريبا كتخرج ليا واحد جوج خبزات كبار صافي كرمي على كلشي جوج خبزات كبار وتخضر واحد القرصه وصافي واحد قريصه. وغنزيد عليها الماء الدافي. بالنسبه للماء الدافي كنزيد عليها بشويه بشويه كنزيد واحد الكميه ونخلط ملي كنلقاها ثقيله كنزيد يعني ما عنديش واحد العبار معين يعني عينك ميزانك راه كتزيدي وتحركي ملي كتلقاي الهاشوار ديالك كدور ثقيله راه كتزيدي شويه الماء راه ما خصهاش تكون الدور ثقيله بزاف باش ما يتخسرلكش الموتور ديال الهاشوار. فوالا غنزيد واحد الكميه دونك نخلط دابا ونشوف. غنزيدو شويه ديال الماء دونك فوالا ها هو تقريبا العجينه ديالي مي تخلطات. دونك هادي غادي نحولها لشي شي بانيو شي طاسه شي المهم اللي عندكم شي بلاصه تكون شويه واسعه باش تخمر على خاطرها لان راه مازال غنزيد لها الفورص لان شتو درت هنا غير شويه ديال الفينو ممكن دير الزرع دير اللي عجبك او تزيد عليه نيت الفينو وغنزيد عليها شويه ديال الفورص وغنخليها تخمر. دونك انا حولتها لواحد الاناء اللي هو واسع شويه. قضيه وحده اخرى كناكد عليها ونعاود ناكد عليها الهاشوار ما تقلوش فيها العجينه راه هي خفيفه كتزيدي لها شويه الماء باش الموتور ديال الهاشوار ما يتقالش ويتخسر لكم تقول عاوتاني خسرتنا الهاشوار. عجينه خفيفه سينو عندك الميكسور يكون احسن داك اللي المهم راكو عارفين الميكسور احسن هو باش كنت كنخدم في الاول ولكن بما انه خسر لي وقع لي فيه واحد المشكل صافي وليت كنخدم بالهشوار والحمد لله راه ميسر غير ما كنتقلش العجينه. راه شوف العجينه كي دايره شوف العجينه كي دايره راه خفيفه خفيفه بزاف كاع يعني غير كتخلطها ليا الهشوار غير كتخلط ليا دوك المكونات ديالها ولو غنزيد عليها الكميه الكافيه ديال الفورص. الاساسي ايضا انها تكون خفيفه يعني ما نزيدش عليها الفورص تتولي ثقيله وغنحاول ندمج فيها هاد الكميه اللي زدت. دونك فوالا انا دمجت فيها شويه ديال الفورص راه ما كاملش حتى زلافه ديال الفورص لا زلافه صغيره ما كاملاش راه غير شويه لان ديجا كتكون ما خصهاش تبارك الله يعني خصها غير شي شويه وصافي. دونك يعني معظم الكميه هي عباره على الفينو ولا الطحين الحرش ولا اي نوع ديال الطحين بغيتو ديرو صافي. وغنخليوها دابا تخمر راه سهله بزاف ما كتشدش الوقت راه حتى بالنسبه للهشوار راه ماشي كتعلكها راه الهشوار غير كتخلط ليا المكونات هذا ما كان يعني من الهشوار ما كنخدمش بها حتى دقيقه وحده دقيقه ما كاملاش. دونك انا كنبغي نلويه مزيان ونخليه يرتاح يخمر على خاطرو حتى هو كنعطيه واحد ثلث ساعه هكاك ها
فاش كتنوضي الصباح كديريها هي الاولى هاد العجينه، تخليها تخمر مع راساتها، ترتاح مع راساتها صافي. انفو كتخمر كتقرصيها عاديه بحال اي خبز، كيجي غزال خفيف مفشفش. وان شاء الله غادي نشارك معكم النتيجه في الاخير ديال الخبز ديالنا هذا اللي ما كيتعلق ما حتى شي حاجه، اما كديريش فيه مجهود حتى بالنسبه للفرص ملي كتزيديه راه ما كتعلقيه ما والو، يعني غير كتدخلي لديك الطحين فقط وكتخليها تخمر. الخبز هنايا راه خمر ليا نايم باش كتحل معقاش كامل سديتها. المهم نقطعو السلوفان شو راه ضعف الحجم ديالها. دونك بالنسبه غندوزو نقرصوها عاديه بحال الخبز عادي، غير بالنسبه انا للتقطاع ديال العجينه كنقطعها غير بالماء، يعني كندهن يدي بالماء وكنقطع الطرف اللي بغيتو كنحطو في الطحين كنقرصو بشكل عادي. غير حاولوا عافاكم دائما باش تجيكم عجينه زوينه واحد الخبز زوين اللي هو مفشفش ماشي مدقص، انكم ملي كتكونوا كتقرصوا ما تدمجوش بزاف الطحين، ما تحاولوش تدخلوا له الطحين بزاف تقراصوا لان هذا كيدقصوا مع الوقت. دونك هنايا كورت العجينه ديالي كما قلت لكم راه غير بالماء، كندهن يدي بالماء وكنجمعها، ماشي زعما كنقرص هذاك التقراص العادي، كنجمعها صافي وكنحطها في الطحين. ودابا غنقرصهم عادي التقراص العادي، تخليهم عاوتاني يخمروا في الطاوات واحد شويه وتدخليهم يطيبوا. هانتوما البنات راه كيجيو الخبز كبير، راه ماشي صغير، راه هذه الطاوة ديال الفران راهو عارفينها الناس راه ماشي صغيرة. دونك جوج خبزات تبارك الله كبار، راه كيدوزو لك نهار ولا يومين راه تبارك الله وصل عندي. بالنسبة للناس اللي كيستهلكو غير الخبز ديال الدار، ما اللي كان كيخلط ما من هنا ومن هنا راه غيدوزو ليه كتر. دونك فوالا هذه الثانية راه جات شوية كبيرة، خدات الفورما ديال الطاوة، هادي مربعة مستطيلة. المهم اساسي انها تجي خفيفه ومفشفشه وما تجيش مدقصه من الداخل. صافي نخليهم دابا يخمروا غير واحد شويه على ما يسخن الفران وكذا وديريهم يطيب. شوفي